يقول شخص أخذ قرضا ربويا لأجل شراء بيت، هل يجوز لي أن أقرض هذا الشخص مبلغا من المال لكي يقضي دينه ذاك، علما بأنه لا يرى تحريم المعاملات الربوية في عقد شراء البيوت؟ لا تساعده على الحرام، تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لكن لو اشترى بيتا بالربا وتاب إلى الله وندم وهو ما يقدر يسدد وهو مطالب بالدين، تساعده لأنه تاب إلى الله وعرف ذنبه. نعم. فضيلة أما اللي يقول لا ما يخالف الربا، ما يخالف، هذا لا يجوز لك أنك تساعده. نعم.